السادات مرة أخرى من هذا المكان القرآن الكريم زيادة وتعظيم وتشريف في شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. نقرأ جميعا الفاتحة لتكريم روح كريمة وصعدت إلى رب كريم. إن شئتم أن ترفعوا يوم القيامة وتعظموا وتقربوا وترحموا فلهدي أحمد فالزموا، وإذا سمعتم ذكره فصلوا عليه وسلموا. سيدي وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. عود كريم طيب مع دستور الأرض والسماء، معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم. وخير ما نستهل به لحظاتنا الطيبة لو هو القرآن الكريم، أحلى من العسل المصفى والشهد المجاز. جبريل أتى بالكتاب وقال اقرأ يا طه وسل تجاز. تلاوة قرآنية مباركة يشرف بها تلاوة علم من أعلام جمهورية مصر العربية وفخر قراء محافظة البحيرة وفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد عبد الرحمن الأزاز، القارئ والمقيم بمركز ومدينة أبو حمص تابع محافظة البحيرة. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. يا جمال القرآن الكريم حدث عن جمال الله فيك، وكل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن
يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال
تكبرون إنا كنا لكم تبعا فهل جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمشرخكم وما إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها أصلها ثابت أصلها ثابت أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أصلها ثابت
الناس لعلهم يتذكرون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يا رب يا رب. يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم
الله الذي خلق السماوات الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الشمس وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم وسخر لكم الشمس وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إن من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن فإنك صدق الله العظيم. حقا إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حقا أيها السادة كل شيء في الدنيا وله ولكن حلاوة القرآن الكريم ليس لها حد. قرآن محكم وأداء وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض. تلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ بالدول الإسلامية والمقيم بمحافظة البحيرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد عبد الرحمن الأزاز القارئ والمقيم بمركز ومدينة أبو حمص تابع محافظة البحيرة وبفضل وتوفيق من الله عز وجل ركبت هذه الإذاعات الصوتية ومدينة الأنوار الكهربائية
وقصر من قصور الضيافة المتنطل يطلب ويوقع دائما من مخازن الحاج عاطف عز المحل الاول والوليد لمركز ومدينة اشتر. ايها السادة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.